فقراتنا في هذه اللحظات وإلى عالم الرياضة، فقرة عالم الرياضة. بعد انتهاء الأسبوع الخامس لدور المحترفين سنتحدث حول بعض التقييمات، وبالإضافة إلى الخبر الأبرز، ما يقارب خمسة مدربين تمت إقالتهم. فما الذي حدث وما التوقعات التي كان قد كتب عنها وحلل؟ وبالتأكيد كان هنالك بعض الرؤى الرياضية القادمة فيما يتعلق والأحداث الحالية التي حدثت بالفعل، لكن يحدثنا عنها السيد ناصر العباسي، ناطق ومحلل رياضي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. يسعد صباحك يا سيد ناصر. صباح الخيرات وفاء، صباح الخير لأسرة برنامجك، لأهلنا في محافظة طول كرم، في كل محافظات الوطن. أهلا وسهلا. يعني أصاب قلمك بصراحة أستاذ ناصر، وتحليلاتك كانت في محلها، والبوصلة صارت في الاتجاه والمسار الصحيحين. وبالتالي نحن نتحدث أنه بعد انتهاء الأسبوع الخامس لدور المحترفين، بداية قبل أن نعرج على موضوع المدربين الذين تمت إقالتهم وكانت التوقعات لديك مسبقا قبل أن يتم الحديث عن هذا الخبر، لكن ما هو تقييم لنتائج الفرق مع تباين اختلاف الأزمات التي بالفعل خاضوها جميعا؟ يعني بداية أنا بدي أتحدث من حيث انتهيتي أخت وفاء على موضوع الأزمات، أو موضوع اللي إحنا بنسميها بالرياضة هي التحديات. الدوري الفلسطيني للمحترفين أو للاحتراف الجزئي في هذا الموسم يواجه تحديات متعددة، ربما هي شبيهة بالمواسم السابقة، لكن أيضا في تحديات جديدة مع ظهور الوباء وتفشي وباء كورونا في محافظات الوطن وفي كل دول العالم. ربما أبرز التحديات اللي دائما إحنا بنتحدث عنها وبنحاول إنه نسلط الضوء عليها كإعلاميين وكمحللين ونوجه البوصلة باتجاهها، منها الاستقرار الإداري والفني في الأندية، منها التحكيم والمشاكل اللي يعني بتكون بترافق المباريات، منها الوضع الاقتصادي وعدم وجود رعايه صحيح. ودعم لهي الانديه، منها التعاقدات اللي بتكلفنا كثير مبالغ. لكن ما استجد في هذا الموسم هو ضغط المباريات، لانه الدوري تاخر. عاده احنا بشهر ايلول بدايه شهر 9 عاده بينطلق دوري المحترفين، تاخر لاكثر تقريبا من 40 يوم، وبالتالي هناك في ضغط مباريات. الانديه عملها بتلعب كل 3 أو 4 صحيح. ايام مباراه. الدوري في 11 اسبوع حسب الجدول اللي اعلنه اتحاد كره القدم لازم ينهي في الدوري قبل مرحله الذهاب تحديدا، قبل شهرين من انطلاقه. يعني بتحكي تقريبا على 55 يوم او 58 يوم بده يكون الدوري في مرحله الذهاب منتهي. في كمان شغله جديده استجدت على دورينا الفلسطيني، هو وجود فقط 3 ملاعب بسبب الحاله الوبائيه: ملعب الجامعه الامريكيه بجنين، ملعب استاد الشهيد فيصل حسيني في الرام في القدس، صحيح. وملعب هوار بومدين في وهو استاد دوره في الجنوب. وبالتالي هون كمان تحدي جديد للانديه، اضافه الى الوضع الاقتصادي والصحي الصعب اللي هو بشكل تحدي جديد نعم. للدوري الفلسطيني. يعني واضح سيد ناصر أن الحالة برمتها، الحالة الرياضية الفلسطينية تعيش حالة استثناء بصراحة في ظل الظروف التي والأزمات التي ذكرتها الآن التي عاشتها الفرق، هي حالة مفارقة حقيقية على أرض الواقع، ضغط المباريات ولربما أيضا كما ذكرنا الأزمات الاقتصادية، اقتصار عقد المباريات في 3 ملاعب فقط كما ذكرت. ولكن برأيك هل ستستطيع الفرق المحافظة على أدائها في ظل الإشكاليات الموجودة حتى انتهاء المرحلة الأولى على الأقل؟ يعني هذا السؤال جيد وبقودنا إنه من المستفيد في المرحلة الحالية. أولا يعني كوجود دوري أو كانطلاق دوري هذا شيء إيجابي، لكن مين المستفيد؟ المستفيد أكيد النادي اللي عنده استقرار إداري ومالي. المستفيد هو النادي اللي بيمتلك كمان دكة بدلاء. انت بتحكي على ضغط مباريات، وبالتالي الفريق اللي عنده كم محدود من اللاعبين
ممكن يكون في إرهاق كبير على اللاعبين، وممكن يكون في إصابات، وممكن يكون في حرمان وعقوبات لبعض اللاعبين، وبالتالي بتأثر. فالنادي اللي بيمتلك دكة بدلاء، يعني احنا بنشوف في أوروبا في ضغط مباريات، أوكي، حتى إنه بشهر واحد يكون في فترة الانتقالات الشتوية وبيحاولوا ينهوا المباريات في مرحلة الذهاب، لكن بيكون عندهم 25 لاعب و30 لاعب و40 لاعب، وفي عندهم صف أول وصف ثاني وثالث من اللاعبين الناشئين وشباب. احنا مشكلتنا أنديتنا بتفتقد لهذا الشيء، إضافة إنه الأندية اللي بالسابق اللي اهتمت في الوجوه الشابة اليوم ما عمالها بتقطف الثمار، بدلا ما إنه أنا أدفع مبالغ كبيرة لتعاقدات كبيرة كنت أجيبها من الداخل الفلسطيني أو من غزة أو من الأردن أو غيرها، اليوم الأندية فقط أمامها خيار إنها تعتمد على أبناء النادي، واللي كان يهتم في السنوات السابقة اليوم نوعا ما في عنده استقرار فني وممكن انه يستغل هدول اللاعبين. ايضا بنلاحظ بالدوري الفلسطيني من يعني انه في جيل من الشباب يقود هاي الانديه على الصعيد الفني كمدربين، المدربين اعمارهم صغيره يعني صغيره، صحيح، الشباب اللي لهم تجارب جديده، وهذا كمان بعطي فرصه للمدربين انه يقدموا انفسهم. نعم، لكن ما لكن بدنا نحكي دائما على سلبيات. انا بشوف انه الوجوه الشابه موضوع ايجابي، بس المباريات للجمهور لانه موجود في المنازل ما بيحضر، لانه كان تحدي عدم وجودهم في المنازل. صحيح. يعني راهنا على عدم وجود اثاره، على عدم وجود تنافس قوي، لا في نوع من التنافس، بس المباريات من قناه فلسطين الرياضيه هذا شيء ايجابي. طيب سيد ناصر، انت ذكرت في ذات الوقت ان وجود مدربين صغار هذا يعطي بصراحه يعني ولربما بارقه امل ان النتائج قد تتغير وان يكون هنالك نقله نوعيه، لكن في نفس الوقت بصراحه بعد نتائج الخمس جولات كان هنالك مدربين نجحوا في الاختبار ومنهم لا يزال تحت المراقبه حتى هذه اللحظه، وهنالك من عصفت بهم نتائج المباريات ونتائج فرقهم وتم إقالتهم. وبالتالي نسأل ونستفسر حول تحليلكم للمرحلة القادمة وأيضا للمرحلة السابقة في ذات الوقت. شوف وفاء، أنا لما كتبت قبل انطلاق الدوري إنه انتظروا بعد الأسبوع الخامس هناك إقالات أو استقالات لبعض المدربين، أصبت في التحليل والكتابة. بنيت التحليل على رؤيتي للدوري الفلسطيني، ممكن انا ابتعدت عن المراسله للصحف وبالتالي غير متابع بشكل دقيق للاخبار الانديه كلها، لكن انا بنظر من الموضوع العام للدوري الفلسطيني وبحاول اسلط الضوء على بعض المشاكل اللي ممكن انه نساعد في حلها او نتطرق لها. لما تحدثت عن هذا الموضوع ما تحدثت ما او هي ليست تقليل من قيمه المدرب، لكن اليوم للاسف انه في رياضتنا الفلسطينيه بيكون النادي اللي ما عنده استقرار اداري مثلا، او الاداره اللي ما بتخطط بشكل، ما عندها تخطيط او ما عندها خطه او تتعامل مع اداره ازمه، في عندنا ازمه، كيف ممكن نتعامل مع اداره ازمه في ظل ضغط مباريات، في ظل وجود مؤسسه، للاسف الضحيه بيكون اول واحد هو المدرب. اليوم حتى اللحظه هاي في ثلاث مدربين، في مدرب في الدرجه الاولى ومدرب شباب الخليل الصديق بشير الطل، وفي مدرب الاحتراف الجزئي عماد ناصر الدين بيت فجار، ومراد بن مورا في بيت صفافه رحلوا، هذا الرسمي. حاليا في ثلاث مدربين منهم اثنين قدموا استقالتهم وحتى الان الادارات بتبحث في وضعهم. انا اتوقع انه الاسبوع القادم راح يكون في كمان هناك استقاله او اقاله لكمان مدرب من دوري المحترفين واخر من الاحتراف الجزئي، هذا توقعي. لكن انا بقول دائما مش المدرب بيكون هو السبب، احيانا بيكون فشل الاداره احيانا يتحملها المدرب او تخاذل اللاعبين او طب وهنا تعليق على ما تقول، ربما قد تلتقي وقد لا تتوافق مع هذا الراي، لكن صباح الخير، هذه مشاركه من خلال البث الالكتروني المباشر من مهند ابو سريس بيقول المشكله مش بالمدربين، المشكله بالهيئه الاداريه وخططهم اللي ما إلها صله بالواقع والبنيه التحتيه ومخالفه للواقع، وهي مسؤوليه المجلس الاعلى للشباب والرياضه. الكلام كثير بس فيش حد بيسمع اللاعبين مظلومين والمدربين مظلومين من قبل لسه ما تيجي الكورونا.
يعني هنا بنحكي في الموضوع انه احيانا مش المدرب هو السبب، بيكون احيانا بيكون عدم الاستقرار الاداري، عدم وجود خطه للاداره، عدم وجود موارد ماليه، عدم وجود دعم من المجلس الاعلى للشباب والرياضه. حتى انا دائما بقول الاحتراف بحاجه لدعم حكومي، مؤسساتنا كمان مسكينه، مؤسساتنا بتنتظر المعونات من فلان وعلان، ما في موازنات ثابته. اضافه لذلك اذا كان في موازنات وكان في اموال، للاسف ما بت... ما ب... ما يعني في عندنا مشكله بالادارات في كيفيه صرف الاموال او كيفيه اداره المال العام في في في, في المؤسسه. المدربين لا، احيانا بيتحملوا مسؤوليه، لانه مدربين مثلا نحكي على مدربين شباب، انت عندك فريق مش عارف توظفه، مش عارف انك تحاول انك تقوده لنتائج. واليوم المدرسه التدريبيه ليس فقط في الحديث والكلام الكثير، المدرسه التدريبيه انا اليوم انا بدي افوز، بدي اجيب نقاط، لانه اذا ما جبتش نقاط راح انزل على الدرجه الاولى من المحترفين واهبط على الدرجه، وممكن ادمر مؤسسه كامله. فلا، اليوم احيانا بيلزم انه الواحد يغير مدرب، صحيح، لكن بتقييم صحيح. بده يكون الاداري فاهم رياضه، وبده يكون الاداري عنده لجنه رياضيه، وبده يكون عنده مجلس اداره ياخذ قرارات. مش انديه ما بتجتمع من مره كهيئات اداريه، ولا عندهم ناس رياضيين كلجنه رياضيه انها تقيم المدرب وتقيم اللاعب وتقيم الوضع الرياضي. احنا الفراغ اللي بتعيشه المؤسسات في كثير من الجوانب كله بيأثر على كله. نعم، وبالتأكيد يعني لربما هذا يعطي هو جزء، نعم، والإدارة هو جزء، والاتحاد هو جزء، والناس الرياضيين حتى، يعني احنا بنحكي في عزوف من الرياضيين والأكاديميين عن الأندية، لأنه برضه هاي لها أسباب وبدها حلقات كبيرة، صحيح، لنحلل ليش الأكاديميين وأصحاب الشهادات بعيدين عن الأندية، ليش الناس اللي بتفهم عن الرياضة بتبعد عن الأندية، ليش أصحاب رؤوس الأموال في منهم قدم وأبعد وفي منهم مقصر حتى اللحظة. فهاي رياضة منظومة، كله مكمل لبعضه. إذا كانت المنظومة صحيحة، إذا كان في عنا أهداف، وإذا كان عنا رؤية مستقبلية، وكان في عنا تخطيط استراتيجي، وكان عنا خطة اللي ممكن إنه إحنا نغيرها كل مرحلة، بيكون في تطور. ولربما هنا سيد ناصر، يعني علم ومال، نعم، ولربما هنا ندعو أيضا، في مال أكيد في نتائج، نعم، عفوا، يعني لربما أيضا ندعو إلى التكاملية في الهيكلية بشكل كامل متكامل، يعني أن تكون الهيئة الإدارية جزء لا يتجزأ من الفنية، جزء أيضا لا يتجزأ من منظومة اللاعبين والمدربين، وبالتالي جميعهم يكونوا على أو في ذات الخندق ليصلوا إلى ذات النتيجة، لا أن نتبع مبدأ التجزئة والانعزال، وكل يغني في ليلاه كما نقول، كل واحد على مزاجه، الإدارة لحاله، والهيئة التكتيكية والفنية أيضا المدربين بمعزل، وبالتالي هذا لربما يؤدي إلى زعزعة في طبيعة الأداء، وما أدى إلى عزوف الكثير من كما ذكرت الأكاديميين يعني ذوي القامات والهامات الكبيرة في عالم الرياضة من أن ينخرطوا أو يعودوا إلى الانخراط إلى هذا المجال. إجمالا حديثنا يطول بصراحة، ولكن لا نمل بالتأكيد من هذه المعلومات الرائعة والتحليلية والتي تتعلق في الرياضة. الناطق والمحلل الرياضي السيد ناصر العباسي، أشكرك جزيل الشكر دائما وأبدا في المداخلة بالتأكيد التحليلية والمعلوماتية حول بعد الأسبوع الخامس لدور المحترفين، 5 مدربين تقريبا تمت إقالتهم، ولكن المزيد سيكون خلال الأيام.